يا مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو اخبار جديد معكم اياد. اقترب ابو فلو بشكل كتير كبير من حاجز 17 مليون مشترك على يوتيوب، ولهالمناسبة عم بيحضر لفكرة فيديو جديدة ورائعة لليوتيوب. من ناحية 17 مليون يا جماعة، لا 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 يا شباب، لا لا يا الهي، ما في افكار. باي قلبي يا جماعة، في ضغط كبير جدا بالخاص، الكل قاعد يمدح بالنصايح. أنا أدري هالشي هذا، 17 مليون مو على الفاضي، كثير رسائل قاعد توصل لي، اللي يقول غيرت حياتي، اللي يقول حياتي الزوجية صارت أفضل. يعطيكم العافية يا جماعة، دائما في الخدمة. أما أسوف أطلت على المتابعين بكوسبلاي جديد، فشاركت فيديوهات على انستغرام وتيك توك وستوريهات انستغرام، فشو رأيكم بإطلالة أسوف؟ أما السيد رافع أجابت على مجموعة من الأسئلة على ستوريهات انستغرام من المتابعين، واللي كان من بينها شو اسم الشيرو الحقيقي؟ وكتبت عبسي بس بندلع شيرو، والتاني كان عندك كراش، فنشرت صورة لترافيس سكوت وعلقت بي بس مرتبط. أما يارا فقامت بمتابعة أبو الرب على انستغرام، هذا اللي شافه البعض استفزاز لنورمار من بعد خروجها من الفريق نظرا للمشاكل اللي بينه وبين أحمد أبو الرب. وعلق أحمد من خلال ستوري على غضب متابعين من يارا وكتب متابعين نورمارخ بيشوفوني إبليس ولا شو؟ أما نور ستارز فشاركت بوست وستوريهات أعلنت فيهم عن مفاجأة جديدة بالطريق، وذكرت أنها رح تلتقي برجل حياتها بعد سنين، وعلق البعض أنه هذا الرجل ممكن يكون أبوها، فشو رأيكم أنتو؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات مشان توصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.